pharmaceutical gel. Gels are semi-solid dosage form composed of liquid phase trapped within three-dimensional matrix of gel-forming substance. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عندي في مادة بنسميها gel-forming substance بتعمل لي شكل كده عامل زي الشبكة. الدراج بتاعي بيكون محبوس جوه الشبكة دي، سواء دايب على هيئة solution أو على هيئة suspended particle كده، تمام؟ إيه هو الفيكل اللي أقدر أستخدمه في الجل؟ على حسب، والله ممكن أستخدم إكوس، ممكن عايزة أدوب الدراج مثلا والمية مش كفاية فحط عليها شوية ألكحول أحسن الدوبان فبقى اسمه هيدرو ألكحوليك. ممكن أستخدم الألكحول فقط، ممكن أستخدم حاجة نان إكوس أصلا، تمام؟ طب إيه الكولايدال بارتكلز اللي هتعمل لي الشبكة أو الماتريكس اللي هحط فيها الدراج دي؟ ممكن يكون dispersed polymer أو dispersed solids زي الكاولين والبنتونايت. لو أنا بعد ما عملت الجل بتاعي اتخلصت من الإكوس أو الفيهيكل كله، يبقى أصبح دلوقتي البوليمر عبارة عن نتورك كده أو فيلم بس بنسميه زيرو جيلز. يبقى زيرو جيلز هي عبارة عن إيه؟ جل in which the vehicle has been removed leaving a polymer network زي مثلا البوليمر فامس. التقسيمة أو أنواع الفارماسيوتيكال جيلز هنقسمها إلى جل بتتكون من dispersed solid أو جل بتتكون من hydrophilic polymers. والجلز اللي بتتكون من hydrophilic polymers متقسمة لنوعين type 1 و type 2. تعالوا نتكلم على الأنواع دي كلها، وهنبدأ أول حاجة بالجل formed from dispersed solid. Under certain conditions, dispersed solid زي الألمنيوم هيدروكسيد، كاولين، بنتونايت ممكن البارتكلز بتاعتها يحصل لها flocculation. This lead to formation of continuous solid particle network within which the liquid phase is interrupted. يعني مش هيبقى كل بارتكل كده لوحديها، لا ده هيتجمعوا على بعض ويعملوا flocculation، والflocculation ده جواه هيتحبس السائل في الدرج بتاعي. طب ايه طبيعة القوة اللي هتخلي البارتكلز تتجمع مع بعضها وتعمل الفلوكيليشن دي؟ والله هي قوة ضعيفة جدا، زي مثلا الفاندر فالز في حالة الألمنيوم هيدروكسيد، او الكتروستاتيك بوندينج في حالة الكاولين والبنتونايت والألمنيوم ماجنيزيوم سيليكيت جيل. بما انها قوة ضعيفة يعني سهل قوي انها تتكسر، فعلا اقل شيرينج ستريس يقدر يكسرها جاست شيكينج. يعني انا لو جبت ازازه الجل دي مجرد ما رجتها كده الروابط دي هتتكسر، فبالتالي الفيسكوستي بتاعتها هتقل وهيبقى سائل. بعد وقت خلاص انا خلاص بطلت رج وسبت الازازه تستريح، تمام؟ After removal of the applied stress the particle retain their interparticle bond، هتبدا الروابط الضعيفه دي تتكون تاني، ومع الوقت الريولوجيكال بروبرز بتاعتها هترجع. خدتوا بالكم من كلمه مع الوقت؟ لما يكون الحاجة time dependent recovery of the rheological structure بنسميه thixotropy. Gels formed from hydrophilic polymers. على حسب طبيعة الكروس لينكينج بوند between البوليمرز مولكيولز وبعضها هنقسمهم إلى type 1 و type 2. بالنسبة لtype 1 hydrogels المولكيولز بتاعة الجل البوليمرز بتكون مرتبطة ببعضها ارتباط قوي جداً و irreversible، يعني once ان هو حصل خلاص ما بيتفكش تاني. بص على الرسمة هنا هتلاقي عندي في حالة solution form كل بوليمر لوحدي مفهود ومش مرتبط بالتاني، بس في اماكن محددة بيحصل عندها الارتباط بنسميها cross linkers. once ان حصل الارتباط وتحول للجيل form no way ان هو يتفك تاني او ترجع كل بوليمر single زي ما كانت في الاول. الرابطة اللي بينهم بتكون covalent bond and enhanced with certain molecules بنسميها cross-linkers. This type of gel بقى يتميز بحاجتين. أول حاجة إن هو عنده قدرة هائلة على امتصاص كميات كبيرة من المية، often 100 times of the original mass. يعني أنت متخيل إن الجرام ممكن يمتص 100 جرام من المية ويفضل كزي ما هو محتفظ بقوامه و 3-dimensional structure ولا كأنه حصل له حاجة. دي أول ميزة. تاني ميزة it's a high mechanical resistance and excellent flexibility، بيستحمل كويس جدا وflexible ومرن، فبالتالي ممكن يستخدم في استخدامات مثلا هتلاقيه هو بيستخدم في العدسات اللاصقة او اللي هي اللينسز، تمام؟ مهما عملت application على الستريس عامل ستريس من هنا لبكرة الصبح على covalent bond هي irreversible فمش هتتكسر، فبالتالي doesn't result in the flow of the gel
او بيغير اي حاجه في الجيل فيسكوستي، هو خلاص اتكون شكرا على كده. على عكس زيرو جيلز، الهايدرو جيلز اللي كنا شلنا منها الاكواس فيز، فبالتالي بقت عباره عن ايه، جيل فيلم كده من غير ما يكون فيه اي حاجه ليكويد، دي بتكون بريتل، هشه جدا. And this case the absorbed solvent act as plasticizers. This makes hydrogel excellent semi-solid form. فعشان كده التايب 1 اللي بتمتص سوائل كتيرة جدا فممكن نستخدمها كوند دريسنج، لان احنا عارفين ان الوند بيخرج منه سوائل وبيخرج منه باس وهو عنده قدرة كبيرة على الامتصاص، فعشان كده بيستخدم كوند دريسنج. ممكن يستخدم كمان كليبريكيشيس كوتينج للأسطرة والحاجات الطبية. ممكن يستخدم في صناعة العدسات اللاصقة لان هو ليه high mechanical resistance كما ان هو flexible. Besides their topical application، غير topical application عارفين احنا بنتكلم في الجزء ده topical، بس برضو الهيدروجيلز دي ممكن تستخدم systemic بان هم يعملوا عن طريقها controlled release therapeutic agent للside of implantation، يعني بتدخل فيها مادة فعالة والمادة الفعالة دي بتبقى محبوسة جوه الجل وتبدأ تطلع release بريت معين وثابت، فبالتالي انا بعمل control release للدرج بتاعي باستخدام type 1 hydrogel. تايب 2 جيلز. التايب 2 بقى لا، دي الروابط بقى بتكون ويك وريفرسبل، مش سترونج وريفرسبل زي اللي فاتت، لا دي روابط ضعيفه جدا، ويك ريفرسبل انتر اكشن بتوين البوليمر تشين تيكينج بليس مينلي ثرو هيدروجين بوندينج او فاندر فيلز انتر اكشن، ودي روابط ضعيفه وفكها سهل. طب بما ان هي روابط ضعيفه، لما اجي هعمل ابلكيشن للستريس ذا ريزلت ان تمبرري ديستراكشن اوف ذيس بوندز ليدنج تو فلو اوف ذا جيل، اي ابلكيشن للستريس هيخلي الروابط دي تتفك. اول ما اشيل الستريس ريموفال اوف ذا ستريس ذا بوند بتوين ذا بوليمر تشين ار ريفورمد اند ذا فيسكوستي اوف ذا فورميوليشن از ريتيند، فده بنسميه ايه، بنسميه سودو بلاستيك او شير ثاننج فلو. طب ايه الفرق بينها وما بين الثيكسوتروبي اللي كنا قلناها؟ لا، الثيكسوتروبي دي تايم ديبندنت، يعني الروابط اتفكت وهترجع تاني بس بعد وقت، هي لوحدها كده مع الوقت هترجع، انما هنا بمجرد ما بشيل الاسترس من غير اي وقت ولا حاجه بترجع تاني لقوامها تاني الطبيعي بتاع الجل، زي الكاتشب كده رجيته فبقى ليكويد شويه قدرت انزله، على ما بيرجع تاني بوقف الرج او بوقف التشيكينج او الاسترس بيرجع لقوامه اللي ماسك نفسه زي الاولاني ده، فده بنسميه سوتو بلاستيك اور شير ثاننج فلو. ده diagrammatic representation للinteraction between the polymer chain، بيوضح فيه الجانكشن زونز اللي بيحصل عندها ارتباط البوليمرز وبعضها.